كان لي شرف هذا اليوم للاستقبال من طرف سيادة رئيس الجمهورية الدكتور المنصف المرزوقي، وكانت المناسبة في للتشاور الدائم بين المملكة المغربية والجمهورية التونسية الشقيقة حول كل ما تعرفه المنطقة من تطورات وتداعيات. فتطرقنا إلى اتحاد المغرب العربي وآفاق الاندماج الاقتصادي والاجتماعي والثقافي لكل دول المنطقة، وكذلك كانت مناسبة لتعليق على اجتماع أمس لأصدقاء سوريا بالمغرب والقرارات المهمة التي خرج بها هذا الاجتماع، وذلك كذلك بفضل كل التنسيق الموجود بين الدول المغربية وخاصة بين المغرب وتونس، كما أنه كانت مناسبة للتشاور حول آفاق تطوير كل توصيات منتدى المستقبل الذي انعقد في تونس الشقيقة والذي سيتم الانتهاء من أشغاله اليوم بالبيان الختامي. وقد وجدت لدى سيادة الرئيس كل التفهم والاستعداد وكذلك الحماس والنضال الدائم لسيادته في بناء صرح المغرب العربي والذي كون دائما الهاجس الأساسي لكل شعوب المنطقة، وخاصة في هذه الظرفية التي تعرفها منطقة المغرب العربي من تحولات وتطورات التي ستقودها إن شاء الله إلى المزيد من الديمقراطية والمزيد من التطور والازدهار بفضل هذه الإرادة السياسية التي أحسست بها من لدن سيادة الرئيس، والتي كذلك هي التي تحدو بجلالة الملك محمد السادس أدعو الله ونصره في كل خطبه وفي كل تعليماته لحكومته بهدف بناء هذا الفضاء الضروري للتطور والازدهار. شكرا.